في يوم العمال العالمي وتحت شعار صناع الثورة بناة الدولة، نظمت حركة فتح ومفوضية الاتحادات والنقابات العمالية مهرجاناً حاشداً أحياءً للذكرى واحتفالاً بالعمال والمغمورين الذين كانوا وما زالوا شريحة فاعلة في المجتمع الفلسطيني. نحن اليوم نحتفل بيوم العمال العالمي تكريماً لتضحيات هذه الطبقة العاملة وما قدمت من شهداء ومن أسرى ومن جرحى خلال مسيرة الثورة. نقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام وفلسطين بخير، كل عام وقيادتنا الباسلة وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن بخير. نحن معكم، حركة فتح معكم، نمضي في نضالنا وفي دعمنا لكم حتى أن ينال كل عمالنا حقوقهم. وفي هذا اليوم نستذكر شهداء عمالنا الذين قتلوا على أيدي المستوطنين في أبان الانتفاضة الأولى، ونؤكد لهم أن مسيرة النضال مستمرة حتى تحقيق كل الأهداف في الحرية والاستقلال. خلال المهرجان وقف المتحدثون على أرقام وإحصاءات سوق العمل وكذلك أوضاع العمال ومستقبلهم في ظل التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في غزة والضفة والقدس، حاملين رسائل دعم وثناء للجهود العمالية رغم قهر الظروف. هذه الفعالية الوطنية التي تمس شريحة من شرائح شعب الفلسطيني، شريحة مناضلة، هي عنوان في هذه اللحظة للبؤس وتحديدا في قطاع غزة بفعل هذا الانقسام الأسود. نتمنى أن ينتهي هذا الانقسام ونسعى لأن نتوحد حتى نستطيع أن نحقق أهدافا وطنية. وبالحديث عن تضحيات العمال وتردي ظروف عملهم، استذكر الحاضرون شهداء لقمة العيش الذين خسروا أعمارهم خلال العمل وفي الداخل المحتل، وثقت المؤسسات المعنية أعدادا تذكر لقوا حتفهم، آخرهم الشهيد أمين عبد القادر وردة من قطاع غزة. عمالنا راسخون، عمالنا يتصدون كل يوم للمستوطنين وقطاع المستوطنين، عمالنا يقفون اليوم في القدس مرابطين، عمالنا يناشدون العالم أن لنا الحق في إقامة دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس. ويبقى التساؤل في يوم العمال العالمي مع كل تلك المخاطر التي تحيط بالعمال الفلسطينيين أينما عملوا، إلى أي مدى استطاعت المؤسسات التي تعنى بشؤون العمال توفير سبل الأمان على الحياة والتعويض حال الخطر؟ من غزة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.